الأجسام المضادة هي جزئيات من عائلة البروتين، وهي على شكل Y يصنع جسدنا المليارات من كل الأنواع، وكل نوع مرتبط بعمل خاص. إذا وجد الجسم المضاد هدفه فإنه يتعلق به، وفي بعض الحالات يرسل إشارة إلى جهاز المناعة لإحداث رد فعل. وقد تكون ردة الفعل هذه عبارة عن استدعاء للخلايا التي سوف تتدخل لتدمير الدخيل الذي تم التعرف عليه. ونحن نعرف اليوم في المختبر كيفية صناعة أجسام مضادة تؤدي عملاً واحداً محدداً، ونحن نعلم أيضاً كيفية مضاعفة هذا الجسم المضاد بكميات كبيرة. هذه هي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وحيدة لعمل واحد، ونسيلة لأنها تتضاعف بشكل متماثل. تحمي الخلايا السرطانية نفسها من الخلايا التائية القاتلة عن طريق إبطاء هجماتها أو منعها، وهي آلات مثبطة للمناعة تقلل دفاع جهاز المناعة. هنا مثال على التثبيط. يمكنها تشغيل بروتين موت الخلية المبرمج 1 للخلايا التائية PD1. ما هو PD1؟ إنه برنامج يعطل الخلايا التائية. يكون عادة هذا البرنامج نقطة تفتيش في جهاز المناعة لدينا، فهو يسمح له بإيقاف الخلايا التائية حتى لا تتسبب أمراض المناعة الذاتية أي ضد خلايانا. ولكي تكون الخلايا التائية فعالة ضد الخلايا السرطانية، يجب أن يتم توقيف هجومها أو إبطاء سرعتها. لمساعدتها يمكن استخدام جسمين مضادين وحيدي النسيلة، واحد يحمي بداية برنامج PD1 والآخر يمنع الخلايا السرطانية من العمل. من الضروري حذف هذه العقبة لمهاجمة الورم بشكل أفضل. يقول الأطباء لابد من إزالة تثبيط الجهاز المناعي في مواجهة الورم. وقد حدد الباحثون أجساماً مضادة مختلفة تعمل على تنشيط أو منع العديد من البرامج لتحفيز خلايانا. يجب علينا الآن أن نجد كيفية استخدامها بفعالية.